ست وعي اللفظ أحلى بنت الوحدة تجمع فلوس. ضيفنا النهاردة مؤسس فرقة من أشهر الفرق اللي قدرت تمزج ما بين الكلمات والألحان العربية مع إيقاع موسيقى الروك، من سلمى لوحدة بتشبهك لأنا بخاف من الكوميتمنت، عبارات علقت مع فئات كتير من الشباب العربي. ضيفنا النهاردة محمود رديدي مؤسس فرقة جدل الأردنية، أهلا بيك. أهلا فيكي، شكرا. محمود، الحفلة كانت حلوة جدا 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 وعجبت الجمهور جدا. الله يخليك، الحمد لله. عايزين نعرف من البداية جت منين اسم الفرقة جدل؟ فرقة جدل، احنا كنا زمان ما في كثير بانز عم تعمل اغاني الها وبالعربي ويكون اسمها عربي، ففرقة جدل كان اهم شيء انه هو اسم عربي، معناه انه هو المزج بين، هو الجدل بين موسيقى الروك والكلمات العربية او الالات الروك والالحان العربية. اغنية التوبة بتاعت عبد الحليم حافظ طبعا الله يرحمه، من الاغاني اللي انتوا قعدتوا توزيعها وعملتوها بطريقتكم، ليه عبد الحليم بالذات؟ انا شخصيا بحب عبد الحليم كثير يعني، وشفت انه هو من وقتها يعني ب2004 مش كثير عاملين له اعادات توزيع، كانوا كثير يعملوا الرحبانيه وفيروز هاي الاشياء، فحسيت انه لا بدي اعمل حدا اللي هو كان يعتبر بوقته بوب مثلا، وكان إشي بالنسبة لي أنا كثير حاب أعمله، وكان تمهيد للروك العربي، إحنا بتحكي قبل 16 سنة يعني كان ما في إشي اسمه روك عربي. آخر ألبوم قدمته كان ألبوم مليون وكان في 2016، تقريباً دي أطول فترة لحد دلوقتي أنتوا قعدتوا فيها ما تنتجوش ألبوم جديد، يا ترى إيه السبب ورا ده؟ إحنا أول ألبوم 2000 كان في عنا سينجلز ب 2006 2007 و2004، وبعدين أول ألبوم أصدر 2009 2012 2016 وبعدين هلا، يعني أظن هي الفكرة إنه بدك تتأكد إنه يكون في أغاني وزنها ثقيل، يعني مش بس موضوع اصدار اغاني، يعني انا الالبوم مليون لهلا الناس بتتعطش له وبدها تسمعه لايف، وبدها لانه الالبوم كان فيه كثير شغل، والماكينه نفس الشيء الالبوم اللي قبل المليون، فانا بحب اذا بصدر اغنيه الاغنيه هاي تعيش، مش بس تنسمع وتضرب، تعيش حتى لو ما ضربت بس تعيش. فما عندكش مشكله انك تقعد وقت طويل في سبيل انك تطلع حاجه فعلا قد الوقت اللي انك بتستنيه؟ هي انه تطلع شيء يعيش ومحرز يعني، وهلا انا الاوان في اغاني جاهزه بس عم نشوف الطريقه الافضل انه نطلعها. امتى؟ يعني سون، في اغاني جاهزه، في اولموست البوم جاهز بس بده يتظبط ويتمكس ويطلع ويتصور، لانه صار لازم الواحد عشان ينزل اغنيه لازم تتصور، فهذا صار عم بيكون عبء شوي. طب انت شايف بقى ان الفيديو كليبس بتسهل انتشار الاغنيه اكتر من ان هي مثلا تنزل مجرد تراك على الابلكيشنز المختلفه او منصات الموسيقى المختلفه؟ هو الاثنين مهمين، يعني في كثير اغاني مثلا الفيوز تبعونها وهي مش فيديو كليب، اعلى من الفيديو كليب تبعها مثلا. بس احنا وي ونت تو بلاي ات سيف، يعني انه نكون يعني نكون منطقيين شوي، فانه الفيديو كليب شيء شوي صارت الناس ما بتاخذ الاغنيه بجديه اذا ما فيها فيديو كليب، هذا للاسف يعني مش شرط، بس لازم اتليست العوده تكون بفيديو كليب قوي يعني واغنيه قويه، يعني اهم من الفيديو طبعا كثير، هي بالاخر ميوزك فيديو، هو ميوزك اولا يعني. اغنيه صوتكم اعلى من السماعات من الاغاني اللي بتعبر عن فرقه جدل، فاحكي لنا ليش عم بتغنوا انتم وايه القصه بتاعت اغنيه اعلى من السماعات؟ هي بعمان قعدنا فتره نحاول نعمل كونسرت للفانز تبعونا، وكان عم بصير ما زبطت معنا لأكثر من سبب، يعني انه احنا لانه جمهورنا يعني طاقه، في عنده طاقه كثير فلازم ينط ولازم يتحرك ولازم، فما كنا نلاقي مكان مناسب والاماكن ما كانت تزبط، يعني ما كانتش تزبط، فبحكي للناس انه مستنوا علينا، يعني احنا جايين وصوتكم اعلى من السماعات واهم من اي شيء ثاني. اغنيه انا بخاف من الكوميتمنت، ليه بتخاف من الكوميتمنت يا محمود؟ هي لحظه، هي الاغنيه لما تنكتب بتكون لحظه، يعني انا الاغنيه طلعت بهذيك اللحظه وما لها دخل مش للابد يعني. فبس يعني انت كنت بتمر بالحاله دي وقتها؟ هي حاله اجتماعيه، انه الناس هلا المجتمع خصوصا العربي بفرض كثير عبء على الشاب انه لما يجي يتجوز انه عباء اجتماعيه كثير وماديه والخ والخ، فهذا هو الكوميتمنت، مش الكوميتمنت هو الارتباط بال 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 بواحد بوحده، الكوميتمنت هو الاعباء الاجتماعيه اللي بفرضها المجتمع، مش انه بس خلص يتجوز وانتهى، في مصاريف في فلوس في كثير اشياء.
طب انت كمحمود بتخاف من ايه تاني بقى كفنان او كشخص؟ سألت هذا السؤال وكان دائما جوابه الوحدة. انا بخاف من الوحدة اكثر شيء، يعني بخوفني انه اكون اعيش وحيد يعني. طب بما ان انت اللي بتكتب الاغاني بتاعتك وانت اللي بتختار المواضيع وانت اللي بتستنى الوقت اللي تستلهم منه، اعتقد ان اغلب الفنانين او الكتاب او الادباء بيجي لهم فتره بيبقى فيها نوع من انواع البلوك الادبي اللي انت ما عندكش افكار جديده او مش عارف تفكر في موضوع جديد. رايترز بلوك. بتتعامل مع الفتره دي ازاي؟ ما بعصرش مخي يعني، بستنى. وهي بتصير عندك انت سكيل انك انت تستغل المشاعر والمواقف بانك تترجمها لاغاني. ف مرات بتصير بس ما بعصر حالي، بستنى. بعرف انه في، وكثير مرات بتصير انه الاغنيه الهيت بتطلع وانا عم بسجل بالاغنيه بالالبوم، يعني البوم مليون ما كانت بالالبوم اصلا وتسمى الالبوم عليها، وكوميتمنت ما كانت بالالبوم وبرضه طلعت. بعد ما خلصت الالبوم جت الفكره، جت الاغنيه وقلت هاي الاغنيه لا لازم احطها يعني. وكثير بتصير هالشغلات. فمرات الواحد لازم يضل يتحرك، فهاي يعني الحركه بركه. فالانسبريشن بيجي ما لهوش موعد يعني. الاغاني الخاصه بفرقه جدل بتتميز بان العبارات بتاعتها جذابه جدا وبتعلق جدا لدرجه ان هي بتلاقيها مكتوبه كتير على حيطان في شوارع. صحيح. بتلاقي ناس كاتباها كوتس على السوشيال ميديا. ايه اكتر عباره في اغنيه انت حاسس ان هي انك بتحبها؟ في عبارة حتى العيوب بتحليها، هاي صارت هي الحمد لله. الأغنية هاي اسمها يومين وليلة، أنا كنت عاملها من 2009 تقريبا، بس استنيت لمليون لطلعتها ألبوم مليون. الأغنية كانت بالنسبة لي مهمة كثير يعني، فاستنيت الوقت المناسب إني أنا أغنيها وأطلعها بالصورة المناسبة، والحمد لله يعني هي عملت شغل كثير منيح ووصلت للناس ووصلت لقلوب الناس، ولانه الكلمات تبعونها خصوصا هيك بتوصل للقلب يعني. واغنيه هي شوي حزينه او يمكن كثير حزينه، بس انا برايي الحزن في الاغاني هو اكثر من الفرحه يعني. يعني الفرحه اكثر تصنعا من الحزن، ما بعرف كيف اشرح لك اياها يعني. الحزن بيولد ابداع كثير اكثر. دي حقيقة. عشان بتبقى عايز يمكن تفرغ الطاقة اللي جواك. ما بتقدرش. فهي بتطلع خلص، تصير انت طول الوقت. فهي حتى العيوب بتحليها، صارت تنكتب على التوك توك وعلى الحيطان واشياء زي هيك. بس طبعا مش كل حدا بيعرف من وين. بس دي حقيقي حاجة يعني، انا بعتبرها سوبر باور ان انت تبقى في اكتر وقت انت متضايق فيه قادر ان انت تنتج حاجة من زعلك ومن طاقتك. تبقى بتعبر عن ناس او تقدر ناس او ناس تحبها، ناس تحسها وتحسها وتساعدها يعني. الموضوع مش بس انه الناس تحب، ممكن الاغاني مرات بتساعد الناس يعني، بيسمعوا بتخطوا عواقب بحياتهم، بتلهمهم تعمل اشياء ثانيه، بتشجعهم انه يعملوا زي ما هذا الانسان عم بيعمل. فهذا الاغاني قويه يعني، الاغنيه تاثيرها كثير جبار مش عادي، خصوصا خصوصا للصغار يعني بالسن. احنا لما كنا صغار كنا نسمع الاغنيه زي ما بنحكي بالعربي نحللها كثير يعني، ونسمع كل شيء كل ديتيل ونتاثر فيها كثير واحنا تين ايجرز. ف شيء كثير قوي، هو وسيله كثير قويه للتعبير وللنشر. أغنية سلمى من الأغاني اللي حققت نجاح كبير جدا في الوطن العربي والأردن طبعا بوجه أخص. مين سلمى؟ سلمى هي بنت أختي، أنا كنت كاتبها لبنت أختي على أساس تسمي بنتها سلمى، بس هي ما سمتها سلمى أو ما سمعت الأغنية. لا هي ما سمعت الأغنية أصلا، كنت أنا كاتبها. فبس هي، فعشان هيك الحمد لله الأغنية كانت من القلب للقلب، فالناس حستها وحبتها يعني. محمود بقى بيحب يعمل ايه تاني غير الغنى؟ بحب احب اخذ رضا امي. بحب ايش؟ بحب يكون عندي شغل تاني، بحب دائما يكون في عندي ايش تاني. تشتغل حاجه ثانيه؟ عندي بزنس انا مثلا، على اساس
اضلني دائما ابعد شوي عن الموسيقى عشان الموسيقى اضلني مشتاق لها يعني. فاذا بكون بالموسيقى طول الوقت بصير زي كانها شغل وبصير هيك، فلا ببطل في باشن يعني. فلا بحب اوزع يعني، افصل شوي اروح هون ارجع للموسيقى يعني. بدايتك في حد انتقدك ومثلا احبطك او قال لك انه لا الحان بتاعتكم مش حلوه، الاغاني بتاعتكم مش حلوه، الارابيك روكس مش فكره لطيفه، خصوصا ان انتم من اول الناس اللي بدات؟ هلا حتى بالفرقه الاولى يعني بجدل باول تشكيله إلها كان كنت انا حاب اعمل هذا الشيء، والناس اللي حتى معي بالباند كانوا انه مستغربين شوي انه كيف ليش بدك تغني بالاردني، طيب ليش ما تغني بالفصحى؟ عندهم وجهه نظر، بس انا كنت شايف انه لا، انا بدي الناس تعرف انا من وين، بدي الناس، ما في مانع او ما في اي شيء بمنع انه نغني بلهجتنا يعني. لهجتنا هلا يمكن الناس مش متعودين عليها، بس يسمعوا اغاني حلوه راح يصيروا يشوفوها هي الاصل بالغنى يعني، المستقل والبديل. وهذا اللي صارت الناس اللي بدها تعمل حالها بتغني مستقل مرات تصير تغني بالاردني مثلا، فاهم علي؟ يعني الى حد ما طبعا مش بالعموم، بس في حالات زي هيك انه يشوفوا انه هذا هو الغنى المستقل. وهلا بطل في موسيقى مستقله، صارت يعني هي مستقله بالانتاج، بس هي يعني الحمد لله كل الشباب بيسمعوا هاي الموسيقى يعني. شكرا جدا محمود رديدي. ايوه ونورتنا حقيقي. الله يخليك، شكرا لك.